سعيد، ليه دايما بيتقال على النادي الاهلي نادي الوطنيه فعلا؟ انت مش محتاج تقول ان النيل اللي بيجري في مصر ده نيل مصر، حاجات مسلمات يعني. مسلمات يعني. يعني كل اهلي نادي الوطنيه ده لانه تاريخه ارتبط بالحركه الوطنيه. يعني مش محتاج تعرف لما هتشوف رمز كبير، مش محتاج تعرفه يعني. مش محتاج تقول مثلا يعني، مش محتاج تقول ام كلثوم دي مصريه، بس كفايه تقول ام كلثوم فهتعرف ان هي يعني قيمه عليا جدا الفن في مصر، ورمز مهم جدا. مش محتاج يعني وقتالي. الاهلي ارتبط بتاريخه بالوطنيه لان في بدايات القرن زي ما قال محمد، بدايه تاسيس الحركه الوطنيه المصريه، ثوره 19 من الثورات المجيده يعني، ما بدأتش يوم سنة 19، لا بدأت في بدايات القرن في يعني في تشكيل حركة وطنية مهمة جدا. الظرف التاريخي لإنشاء النادي الأهلي ظرف عبقري. عبقرية يعني تفكرك بعبقرية المكان، عبقرية الزمان بتاع كتاب بتاع عبقرية المكان جمال حمدان. هنا في عبقرية الزمان. 1907 بعد شهور، بعد حوالي 6 شهور او اكتر شويه من حدث مهم جدا هز مصر كلها، وهو حادثه دنشواي. حادثه دنشواي دي ما اعرفش انتوا عارفين يعني، الاجيال الجديده يمكن ما تعرفهاش، لكن في التاريخ وانا بدرس حادثه دنشواي دي كان في ايامها الاحتلال البريطاني، وكان في شويه عساكر بيصطادوا حمام في قريه اسمها دنشواي. فبيروحوا الجرن الحمام بيضربوا البنادق الخرطوش، فولع الجرن وطلقه جت في واحده